السلام عليكم. اليوم جبت لكم ان كاطو وهو كعك نقاش. نبداو في المقادير: 2 كيلات فرينه، كيلة سميت رطب، نص كيلة لا مارغارين غامولي ما نذوبوهاش، و 4 مغارف كبار زيت، 3 مغارف كبار سكر كلاص، مغرفة كبيرة حليب بودرة، واحد شوية تاع لافاني، مغرفة صغيرة تاع لافاني، واحد شوية تاع لافيغ شيميك ماشي بزاف، وطبيعة الحال قرص ملح، وتتلم بالمزهر وشوية ماء، نص مزهر نص ماء. أما الحشو لخاطر الكعك النقاش أنا منديروش بالغرس، نديرو باللوز. اللوز بعد ما حمصتو راه بقشورو، نسيتو بقشورو، مسحتو مليح، كي تشريوه بقشورو شدو سربيته مسحوه مليح لخاطر يجي فيه الغبار، مسحوه مليح مليح مليح، اتاكدوا اني مسحته وحطيته يتحمص. بعد ما حمصته وسيت 3 كيلات لوز وكيلة سكر، ونواسيلهم بعد شويه تاع لافاني ونلمو بالمزهر. نبداو بركه الله. علينا طابت الحال مصيره، واللي يحب هذا الكعك النقاش اللي يواسيه بالغرس ماشي مشكل، واصله يندير بالغرس. ندير كيله تاعي تاع السميد، السميد هذا كرطب، ندير هادي سكر كلاص، ندير الحطة تاعي وبالحليب، ندير معاه هاديك شوية تاع لافاني. الكاري تاعي تكون خرجتوها من قبل من الثلاجة، قطعوا هادي كي باش تساعدكم في الخدمة. راكم تشوفوا الزيت، الزيت يكون نوعه جيد. هكذا نبسسها بيدي، كما راكم تشوفوا في هذا الوقت نواسيه، هكذا في هذا الوقت نواسيه هذيك شوية تاع لا ليفيغ، هكذا غير واحد شوية هكذا. ما تكتروش، خاطر كي تكترو يروح لكم الشكل تاعه كي تنقشو. شوية ماء، وشوية ماء، حتى نشوفو العجينة تاعنا تلمت. راهي تلفتت لي، تجيكم شادة روحها. في هذا الوقت شف الليلة تاعي، ولا عندكم بلاستيك ولا اللي كاين حاجة نقية، هكذا نغطيها ونخليها تاعي اللوز تاعنا. ولا اللي ما عندوش اللوز ينجم يديرها بالكاوكاو، وشوال الكاوكاو لازم
كي تبغيو في الوصفه تاع الكاطو ماذا بيكم بعد ما تشريوه تفوروه كي تفوروه تسيو ما تغطيوهش فوروه وتسيو له شويه لافاني وخليوه حطوه في السنيوه وخليوه لا ينشف من هذيك تاع الشماخ تاع لافابور شدوه خليوه ينشف مليح شدوه مسحوه وحمصوه ومن بعد كي تحمصوه ديروه ريحيوه وديروه الكاطو تاعكم صدقوني يجيكم مليح ولي حاب يدير الغرس طبيعه الحال كي تشريوه شدوه فوروه كيف بعد ما يفور دخلوا له شويه دهن وبعد ما ديروا له هذيك شويه تاع الدهن ديروا له شويه قرفه شويه جنجلان محمص شويه تاع مسح تركيلات تاع اللوز بعد ما حمصتهم ريحتهم وزيد كيلو سكر نسيت ما قلتلكمش باقا دير واحد 20 غرام تاع لا ماكارين لازم نديرو لا ماكارين لازم نديرها في الحشو باش يقعد طري ويشد مده طويله ماشي هكذا شويه ما صغار نكتروش باش ما يجيش متلق وتخرج لنا من العجينه وشويه تاع لافاني تحبوا لي يحبي واسي قفاي ينجم يواسي هكذا نشد نواسي لافاس تاعي بيدي باش هذاك السكر لازم يذوب مليح لازم نعجنو باش يجي معسل ويقعد هذاك السكر يبس ينحط في الكوشة يبس خانة يبس لازم هذاك السكر ندخلوه مليح نذوبوه تلفت حتى بعدنا هاكم تشوفوا فيه لازم تخدموه مليح انا نسيت نديرهم البودان وجدهم باش ماشي يدي من العجينه نروح لافرس وهذيك اللوز يقعد في يدي يروح لافرس العجينه تروح للبيوضه تاعها وجدهم في التبصيق تاعي راكم تشوفوا راه يتنشد ها لازم هكذا تولي لكم لافرس اي كاطو بعد ما العجينه تاعي ريحت لي واللوز تاعي بريباريتو وسيتو زي سيكار وخديتهم نبداو على بركة الله لازم توجدو النقاش تاعكم راهم يتباعو في الأسواق كاين أشكال وأشكال نواسيهم على وحدة للمبتدئات اللي عمرهم ما داروا الحلويات يوزنوا العجينة تاعهم باش يجيهم قد وحدة 40 غرام هكدا تواسي وحده وتجربوا عليها وبعد كي تسولفوا الحلويات تولي عينيكم يزهقوا هكدا راكم تشوفوا العجينه تاعي راهي طريه شابه العجينة تاعكم دايما تقعد مغطية باش ما تنشفش نبداو هكذا نسيهم هكذا
هكذا، وبعد نشدو هكذا بهذا نشدو به هكذا، ونغلقو العجينة تاعنا هكذا. لازم تغلقوها مليح باش الحشو تاعكم ما يخرجلكمش هكذا هكذا. نعاودو نتأكدو يغلقناها هكذا وهكذا. نسيو كيفاش نحطو هكذا، نواسيوها هك ونغلقوها هكذا. لازم نتأكدو لي غلقناها باش ما تنحناش في الفوق هكذا، مع لي نقشوها مش حيبان. بعد ما واسيت واحد الربعة، واسيو ربعة خمسة ستة، وبداو عاودو وحكمو الأولانية لي بديتوها ونقشو. نحكم لي القش تاعي نواسيه في الفرينة باش ما يلصقش، تبعوني مليح هكذا هكذا. خلينا نشوفو يلصق، نواسيه في الفرينة والفرينة نرفدوهم هكذا. بعد نعاود نوسيل لتحت باش تسهلكم العملية. أنا نوسيه بهاد الطريقة باش منعاودش نفسد الشكل اللي وسيتو من الفوق. غير نشوف النقاش تاعي لصق، ندخلو الفرينة ونرفضها هكذا. بعد ما كملتهم نقشتهم، ديروا ربعة خمسة ونقشوهم، ما تخليهمش يبسو وتنقشوهم، سينو ما يتنق لاباط تكون تقرقشت. نشعل لكم كونو، نشعل الفوق تاعنا على 180 درجة. نحكم الكوردون تاعنا لازم نثقبو عجينة تاعنا باش الهواء اللي كان داخل ما تترتقلناش الحبة. ها ها سيهم هكذا على واحد تتخطر كيما راكم تشاهدو فيهم. طابولي بويض، ما لازمش تخليوهم يحمروا، هذاك النقاش يجي هكذا بيض، طيابهم بيض. ونعاود نكرر اللي ما يديرش باللوز يدير بالتمر، يدير بالكاوكاو، الاختيارك واحد والذوق تاعو. انا نحبهم باللوز، والاختيار يقعد ليكم كما راكم تشاهدوا، ويجوا بنان ومبسين. وان شاء الله يعجبكم الفيديو، تسيو هاد العروسات اللي درتها لكم اليوم، ونتلاقى معكم في الفيديو اخر ان شاء الله.